تتميز زغوان بمناظرها الطبيعية الخلابة، وهو ما يجعلها قبلة العديد من المواطنين من أجل الاستمتاع بالسياحة البديلة الإيكولوجية والتوجه نحو الفضاءات العائلية المخصصة لهذا الغرض. ومع انتشار فيروس كورونا في تونس، دخلت مفاهيم جديدة لهذه السياحة الإيكولوجية البديلة، حيث يتم اتخاذ كافة الوسائل الوقائية سواء للمقيمين أو الوافدين من خلال تطبيق البروتوكول الصحي عبر استخدام الكمامة والجل المعقم. متنفس تقالنا يعني قريب لنا العاصمة، وفيه يعني كل مستلزمات نتاع التباعد الاجتماعي نتاع الوقاية من كورونا. هيك تشوف العاصمة كلها توجه بعضها ثلاثة بعد فما حتى شيء، ولين نهربوا لهنا احنا على الحكاية ذيك، ولأنه متوفر فيه ومتوفر فيه الشيء ذا نتاع التباعد الاجتماعي الموجود لهنا، ويعطيهم الصحة الناس قايمة بالواجب، ما انتردي باش تدخل ولا حتى شيء، انتردي باش ما غير بافيت ما غير جيل ما غير حتى شيء، حاجة تفرح حاجة تساعدنا احنا كزيار كسياح لهنا الولاد زغوان. من قبل احنا ديما نجيو الاسباس هذيا اسباس ايكولوجيك، معناها سيصير هواء نظيف وكل شيء، والايامات هذه في كورونا زاد يلزم لقينا كما نقولوا توسكي بريكوسيون الاجيال يقيسوا لك السخانه لي بريكوسيون الكل اللي تخليك تبدا مطمئن انت وصغيراتك. معناها ورغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا، إلا أن هذه الفضاءات تشهد إقبالاً من طرف المواطنين التونسيين، رغم أنها قد خسرت جانباً كبيراً من السوق الأجنبية، فالتونسي يفضل السياحة البديلة على السياحة التقليدية في النزول. جيت من قبل كوفيد كبلاصة عائلية وباهية والسيرفيس تاعها موجودين، لقينا الرعاية فيها. اش خلينا عاودنا رجعنا مالغري الكوفيد، وحتى الوسائل الوقايه كل موجودين لهنا، معناها تشجع باش عبد يعاود يرجع لبلاصه. رغم الصعوبات التي تشهدها السياحه عموما مع تقلص عدد السياح الاجانب، الا ان المناظر الطبيعيه في تونس مكنت اصحاب فضاءات السياحه البديله من استقطاب نوع جديد من السياح التونسيين الراغبين في الابتعاد عن ضغوطات الحياه اليوميه عبر التجول في الطبيعه واستنشاق الهواء النقي دون الحاجه الى التباعد الجسدي.